قتلت الشرطة الأمريكية مسلحا حاول اقتحام مركز لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية أوهايو، وذلك بعد ساعات على مواجهة مسلحة معه. وأشار بيان FBI إلى أن الواقعة فعلت جرس الإنذار واستجابت عناصر خاصة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فلذا المسلح بالفرار. وقال المتحدث باسم الشرطة إن قوات إنفاذ القانون لحقت المهاجم وقتلته. Situations like today are unfortunate. They're unfortunate for a community. They're unfortunate for those involved in it.